وننتقل إلى موقع يورو نيوز، حيث زعم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة إكس أن المفوضية الأوروبية حاولت عقد صفقة سرية غير قانونية مع إكس تتعلق بقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية أن منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بماسك تنتهك قانون الخدمات الرقمية في المجالات المتعلقة بالأنماط المظلمة وشفافية الإعلانات والوصول إلى البيانات.